طيب نبدأ بقى مع بعض إن شاء الله. نتكلم عن بارت 3 في الأجندة. بارت 3 قلنا هنتكلم فيه عن إن إحنا نبدأ نكتب بقى الأكاديميك إيساي بتاعنا، ونبدأ نعمله فورماتنج بشكل كويس، وفي النهاية نبدأ نعمله إيه، ريفرنسنج. طيب معانا بقى موضوع الدرافتنج. إحنا في أول في أول تو بارتس عرفنا إزاي نحصل على السورسز اللي احنا هنقرا منها واللي احنا هنفهم منها الموضوع، بعد كده السورسز اللي احنا هنستعين بيها كريفرنسز، وتوصلنا للتريكس بتاعت التريكايه بتاعت الباب ميد. فهنيجي بقى نشوف الاكاديميك اساي مثلا. ده مثال الاكاديميك اساي اهو، عرفنا الاجزاء بتاعته في اول فيديو، في اول بارت من الفيديو. عندنا هنا الابستراكتس سايبين له مكان، يعني سايبين له صفحه قلنا هنكتبه في النهايه خالص، وده هنا العنوان، وال هنا عندنا الانترودكشن. طيب عاوزين بقى نفهم يعني ايه انترودكشن بشكل متعمق شويه. الانترودكشن دي عباره عن انك بتوري الناس اللي بتقرا البحث ده او بتقرا المقال ده هو ليه مهم. تمام. طيب احنا ازاي هنكتب الانترودكشن؟ انا كنت وضحت لكم معناها يعني في اول بارت. هنكتبها ازاي؟ احنا هنيجي مثلا ل زي ما انا عرفتكم اول مره، عندنا هنكتب هنا مانجمنت اوف تايب 1 دايابيتس ميليتس، واقوم كاتب جنبها باب ميد زي ما انا عرفتكم في بارت 2. هلاقي هنا ريفيوهات كتيره بتتكلم على الموضوع، هقوم فاتح مثلا اشوف ايه اللي مناسبه فيهم كعنوان يعني، واقوم فاتح الريفيو دي. طيب هلاقي الريفيو دي متكونه بقى من ايه، من عندنا تايتل اهو، وعندنا ابستراكت وانترودكشن. هبص في الانترودكشن بتاعتها والابيديمولوجي، هم قسمهم هنا حتتين ممكن كان يضيفهم لبعض عادي. فهلاقي هنا المعلومات دي انا ممكن استعين بيها، هي والمعلومات اللي في الابيديمولوجي استعين بيهم في كتابه الانترودكشن بتاعي. طيب عاوزين نشوف الانترودكشن ده اصلا فيها ايه. الانترودكشن دي كان على عنوان على موضوع اسمه دايابيتيك كيتو اسيدوزيس. ده بيجي نتيجه تايب 1 دايابيتس ميليتس، بيحصل في الناس اللي هي تايب 1، وبيجي نتيجه نقص حاد في الانسولين، انسولين ديفيشنسي، فبيؤدي لشويه اعراض كده وكومبليكيشنز. فعشان بس تبقوا فاهمين انا بتكلم في ايه. فعندنا الانترودكشن لو تلاحظوا اول سنتنس خالص قمت عامل ديفينيشن للموضوع اهو، تمام، وقمت حاطط الريفرنس بتاعه. لو لاحظنا ان انا الريفرنس دي هي اللي انا جايب منها الديفينيشن ده، بس انا قعدت صياغته عشان ما يبقاش فيه بليجيريزم. يعني هتلاقي الديفينيشن ده لو احنا دخلنا على البيبر دي هنلاقي فيها الديفينيشن ده بتاع الدايابيتس، او حتى البيبر دي فيها ديفينيشن اهو، تايب 1 از جنرالي ثوت تو بي بريسيبيتيتد باي كذا. ده هنا ديفينيشن بتاع الدايابيتس تايب 1، بس انا عملت اعاده صياغه. ايه؟ عملت اعاده صياغه ليه. تمام. فدي الفكره، انك تكتب نفس المعنى بس بشكل مختلف، وتحط الريفرنس في ايه، في النهايه. تاني بارت بقى قعدت اتكلم عن الباثوفيسيولوجي بتاعه، ان هو ديكريزد باي اكشن، ديكريزد اكشن اوف انسولين هرمون. وقعدت اتكلم بقى على الموربيديتي والمورتاليتي او الابيديمولوجي بتاع المرض، ان هو بيصيب حوالي 30 مليون امريكي. السي دي سي بتقول ان 5% اوف دايجنوزد بيشنتس هاف تايب 1 دايابيتس ميليتس، من يعني 5% من الناس اللي عندهم دايابيتس عندهم تايب 1. وشويه بقى دراسات كده جايبهم، جايب الكلام ده كله منين، والاحصائيات والكلام ده كله جايبها من الانترودكشن هنا. او لو انا ما لقيتش كل المعلومات هنا او عاوز استفيد زياده، اقوم فاتح ايه، فاقوم فاتح مثلا ريفيو ثانيه غير الاولانيه اللي احنا فتحناها دي، اقوم فاتح مثلا ايه مانجمنت اوف تايب 1 دايابيتس، هتلاقي برده كلام عليها في البدايه، هتلاقي انترودكشن، ودي هتلاقي فيها انترودكشن، ودي هتلاقي فيها انترودكشن، ودي هتلاقي فيها انتروداكشن، وهتلاقيهم في كل الانتروداكشنز دي هتلاقيه حاطط معلومات عن الدايابيتس ميليتوس، معلومات عامه انا ممكن استخدمها واحطها هنا، اعملها كوبي بيست، واقوم عامل اعاده صياغه ليها. بس الاصح طبعا لو احنا هنتكلم في الصح، فانت المفروض تفهم الموضوع في الاول، وتبدا تعبر من نفسك بالباراجراف دي بالانتروداكشن يعني، بعد كده تبدا تحط الريفرنس. لكن احنا بنتكلم في حاجه تنجزكم يعني. تمام. فانا هبدا اتكلم شويه كده ارجع الموضوع، بعد كده في اخر باراجراف خالص هقول الاوبجيكتيف بتاعي، البحث بتاعي او الاوبجكتيف بتاع الايسي. فهنا انا قايل مثلا understanding the pathophysiology of diabetes mellitus and the most distressing acute complication اللي هو الدي كي اي will help us to understand this devastating disease. هي كده كلمه وخلاص، ملهاش ايه يعني، ممكن تحس ان هي ملهاش معنى، بس هي لازم حاجه كده بريدجنج ما بين انك بتعرض المعلومات اللي
المعلومات اللي العالم عارفها او اللي محطوطه قبل كده في الابحاث، وتبدا بقى تعمل بريدج كده او تشوف الجاب في النولج اللي خليتك تعمل الايه المقال بتاعك ده. لكن بما ان المقال بتاعنا ده هو عباره عن اكاديميك اساي ومش هنقول فيه معلومات جديده، كلها باك جراوند نولج، فانت بالتالي هنا مش محتاج انك فعليا تحط يعني اوبجيكتيف، لكن احنا هنحطه كده عشان ناخد عليه درجته في البحث لو هم هيقيموه بالفعل. لكن حقيقي يعني انا مش شايف ليه اي لازمه انك تحط هنا بريدجنج او تعمل الاوبجيكتيف بتاع الايه بتاع الاستادي او اهميه الاستادي يعني. بس انت اكتب اي جمله كده خلاص، قول مثلا due to the importance of this topic او due to the critical situation that patients مثلا have نتيجة المرض ده thus we will explain مثلا the management of type 1 diabetes mellitus وهكذا. فتكتب كده ايه sentence كده في الاخر، في اخر الانترودكشن تعبر عن البتاع ده، تعبر عن الهدف اللي انت عامل عشان عاوز تفصلها، عشان انا ما اعرفش الصراحة هي المفروض هي تتكتب تبع الانترودكشن يعني الاوبجيكتيف، بس انت لو عاوز تفصلها مثلا تقوم كاتب هنا، خلينا نعمل محاضرة الوسط، تكتب منها مثلا objectives بحيث تكون هي الهدف يعني في عنوان لوحدها مفيش مشكلة خالص. تمام، انا كاتب ايه غلط؟ objectives الجي قبل الاي ماشي، ادي الobjectives. تمام، وتقوم كاتبها كده بشكل منفصل. لكن هي الصح يعني ككتابة علمية بتكون ايه يعني، والله ولا حسب الجورنال برضو ممكن تكتب لوحدها يعني. فدي الobjectives بتاعتنا. بعد كده بعد ما خلصت المقدمه والاوبجكتيفز هبدا بقى ايه اتكلم على البادي بتاع الايه بتاع البحث بتاعي او بتاع المقال بتاعي. فابدا اقسم بقى المقال ده لعناوين رئيسيه، وتحت كل عنوان رئيسي مثلا لو هو ابليكابل ان انا احط كذا عنوان فرعي، يعني مثلا باثوجينيسيس اوف دايابيتس ميليتس حطيت تحتها باثوجينيسيس اوف تايب 1 كعنوان فرعي بحطه محاذاه لليسار اهو، وهنا العنوان الفرعي التاني بقوم حاطه برده محاذاه لليسار بحيث افهم ان هو ده الرئيسي وتحته اتنين فرعيين. بعد كده ممكن الاقي واحد رئيسي كمان وتحته ايه وتحته كذا واحد فرعي برده. تمام، ده كلينيكال مانيفستيشنز مثلا كلام عام اهو، بعد كده ايه كلام فرعي. تمام، وهكذا. انا مثلا لو عاوز اتكلم على باثوجينيسيس اوف تايب 1 اجيب ريفيو بتتكلم عنها، اقوم بقى عامل كده اهو، عامل ناسخ ده. تمام، اجي على برضو على باب ميد واقوم كاتب ايه كاتب جنبها باب ميد. تمام، حلو كده، هلاقي برضو ايه بيبر اهي او ريفيو بتتكلم على الايه على البريفنشن والباثوجينيسيس بتاع المرض، اقوم فاتحها كده واقوم واخد منها الكلام اللي انا ايه اللي انا عاوزه. ممكن اشوف ابص في الابست في الـ ممكن ابص مثلا في الكونكلوجن بتاعها اهو، هلاقي مثلا باثوجينيسيس كاتب لي باثوجينيسيس، الخص الباثوجينيسيس ده مثلا على حسب في صفحه ولا حاجه، واقوم ايه واقوم واخد شويه ريفرنسز من هنا وشكرا على كده. تمام، طيب فهمتوا الدنيا ماشيه ازاي. طيب في بقى حاجه بالنسبه للريفرنس، انا مثلا عندي البيبر دي معلش ثانية اندو عندنا مثلا ادي مانجمنت، معلش ثانية ادي البيبر دي اللي احنا كنا فاتحينها اول بيبر او اول ريفيو عندنا بقى. افرض انا مثلا خدت ال ك ك كفريز، انا خدت الجمله دي ان هي ان تايب 1 دايابيتس كوزد باي اميون اسوشيتد او اميون ميديتد ديستراكشن اوف، يعني نتيجه ديستراكشن بتاع الانسولين بروديوسنج بيتا سيلز اوف بنكرياس. عاوز اخد الفريز ده، هل بقى انا لما اجي اعمل ريفرنس احط الريفرنس واحد من الاثنين دول او احط الاثنين دول، ولا احط الريفرنس بتاعت البيبر اللي انا فيها دي؟ يعني انا مثلا هستعين لا طبعا الصح ان انا استعين بالايه الريفرنس اللي هو اصلا البيبر دي حاطاه، يعني عشان اعمل ريفرنس للفريز دي او للسنتنس دي اقوم داخل هنا ادوس كده على الريفرنس ده واقوم رايح ايه للبيبر دي افتحها هنا واقوم بقى ايه مستعين بالايه بالبيبر دي كريفرنس معايا. تمام، وهنعرف بعد كده ازاي نعمل ريفرنس، بس يعني من الطرق السهله بالنسبه لي ان انا اعمل سايت اهو وايه واخد البيبر دي او اخد السيتيشن انسخه اشوف الستايل معين اللي انا عاوزه. انا عاوز هنا الاي بي اي، اختار اي اي ستايل انت عاوزه، الكليه ما حددتش يعني. تمام، اقوم واخده ايه كوبي اهو نسخته، يقول لي انت نسخته بنجاح، واروح بقى احطه في البيبر بتاعتي. بس مش دي الطريقه المور بروفيشنال يعني، في طرق بروفيشنال اكتر هنعمل بيها. تمام، بس دي الفكره، انت في المقال بتاعك هتبقى عمال تكتب. تمام، هتقسم انت في ورقه وقلم كده معاك العناوين الرئيسيه، هتكتب مثلا والله ده انا هقسمه باثوجينيسيس، وهقسمه الباثوجينيسيس ده هقسمه لتايب 1 باثوجينيسيس تايب 1 وتايب 2، بعد كده هتكلم على الباثوجينيسيس بتاع الدايابيتيك كيتو اسيدوزس، بعد كده هتكلم
هتكلم على كلينيكال مانيفستيشنز، والكلينيكال مانيفستيشن هقسمها كذا وكذا وكذا، تمام؟ فانت تقسم الموضوع بتاعك وتبدا في كل حته، في كل عنوان سواء فرعي او رئيسي، تشوف بقى بيبر زي ما احنا شفنا كده بالطريقه بتاعتنا دي، ونستعين بالايه، بالسورسز بتاعتها، تمام؟ وهنعرف ازاي بقى نستعين بالريفرنس يعني. طيب في بقى تريكايه نسيت اقولها المره اللي فاتت، لو انا مثلا ما لقيتش البيبر دي مفتوحه، المفروض البيبر دي بتلاقي هنا لما تفتح باب ميد بتلاقي البيبر دي بيقول لك هنا فول تكست لينك، فول تكست لينكس، بقوم فاتح اللينك ده بيقوم فاتح البيبر. في بيبرز ثانيه بقى ما بيبقاش تقدر توصل لها، بتلاقي كاتب الابستراكت بس. يعني البيبر دي مثلا انا هفتحها اهو، اقوم دايس عليها كده، تمام؟ هتفتح لي هنا وهلاقيها فول تكست هنا ببلاش، تمام؟ بس افرض مثلا البيبر ديت مش راضيه بفلوس، تمام؟ فانا هعمل ايه؟ اقوم واخد في حاجه اسمها هنا الدي او اي، ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير، ده عباره عن لينك كده، بقوم واخده كوبي، ده بيعرف البيبر يعني زيه زي مثلا الرقم القومي بتاعك كده، ده الرقم القومي بتاع البيبر ده من وسط ملايين البيبرز، تمام؟ فانا باخد الرقم ده وبقوم رايح على حاجه اسمها ساي هاب. ساي هاب ده للاسف موقع كده بيسرق البيبرز يعني، فبس احنا يعني ايه، دول عالم تالت فمفيش مشكله بالنسبه لنا، تمام؟ نبدا بقى نحط اللينك بتاعنا هنا وندوس انتر. هيبدا لو البيبر دي ما كان لو البيبر دي ما كانتش يعني فري، هيبدا بقى يفتح لي البيبر هنا اهو. هبدا احملها عادي من البي دي اف، وممكن استعين بقى بالريفرنسز اللي فيها او بالكلام اللي فيها يعني، تمام؟ طيب ممكن نبقى نتكلم في اخر الفيديو ده عن الاناتومي اوف ذا بيبر، يعني البيبر دي اصلا يعني الساينتفك ارتكل بتبقى عباره عن ايه. بس كده بالتالي احنا عرفنا هنكتب ايه. زي ما قلت لكم اهم حاجه ان احنا نعرف الكلام اللي في كتاب الاسم او المذاكره، نذاكر الموضوع كويس، يعني اذاكر موضوع الدايبيتيك كيتو اسيدوز ده لو هو عليا، او اذاكر التايب 1 دايبيتس كويس قوي من الفارما ومن الباثولوجي كمان، بحيث اكون فاهم المرض، وبعد كده بقى ابدا اعمل اللي انا بقول لكم عليه ده، هتلاقي الدنيا بالنسبه لك سهله خالص وبسيطه، تمام؟ طيب بعد كده نبدا بقى خلاص. احنا انا كتبت الموضوع اهو، بتبدا بقى تلاقي نفسك مش مظبط الايديز او في فكره قبل فكره، بتبدا بقى تتعدل في الملف عندك عادي خالص، تعيد صياغه مثلا لو انا ناسخ الكلمه دي زي ما هي او السنتنس دي زي ما هي من البيبر اللي هي بتاعت الباحث اللي اسمه خروبي ده ولا اسمه ايه، فبقوم بقى مش همسحها، بقوم ايه حاطط نقطه كده وابدا اعيد صياغتها، مثلا ببدا اكتبها دايابيتس ميليتس، واقوم بقى كاتب اعاده الصياغه هنا، واقوم بعد ما اكتبها واتاكد ان هي نفس صيغه اللي فوق، بقوم ايه ماسح بقى ايه ماسح اللي هنا، تمام؟ فاعتقد كده الفكره ايه واصله لكم يعني، تمام؟ هنعرف ازاي بقى في يعني في نعمل ريفرنس في النهايه. فانا عاوزين بقى بعد ما عملنا درافتنج كده ونكتب الكلام بشكل مظبوط، نبدا نحط بقى ايه، نبدا نحط التاتشز بتاعه الفورماتنج. طبعا انا هنزل لكم الفيديو ده تقدروا تستعينوا بيه في يعني تعدلوا عليه بس، بحيث الدنيا تكون بسيطه بالنسبه لكم. الابستراكت زي انا بقول لك سيبها في الاخر، واكتب ملخص كده من دماغك، هو مش عاوزين كتير، هم عاوزين 60 70 كلمه. فانا هبدا اتكلم شويه على الابستراكت ده الملخص، هبدا اتكلم شويه على الانترودكشن، اقوم والله كاتب منه الديفينيشن، بس ما تنسخش من البيبر بتاعتك يعني، اكتبه بصياغه ثانيه برضو، اقوم واخد الديفينيشن ده اقوم حاطه اهو كملخص، تمام؟ بعد كده اقوم مثلا كاتب كلمتين على باثوجينيسيس، وكاتب كلمتين على يعني ايه، فاهمني انت فاهمني، كلمتين على باثوجينيسيس اوف دايابيتيك كيتو اسيدوزس، وشويه على كلينيكال مانيفستيشنز بشكل عام كده، واقوم حاططهم هنا، ويبقى كده ايه، ويبقى كده ده الابستراكت بتاعك او ده الملخص بتاعك، تمام؟ اكنك هتلخص البيبر بتاعتك، واحد يقول لك ايه بص انا مش هقرا الكلام اللي انت قلته ده كله، انا عاوزك في 60 70 كلمه تقول لي كده انت ايه، انت القشور بتاعه الموضوع بتاعك، تمام؟ طيب كده احنا نبدا نعمل استراكشرنج بقى. زي ما قلت لك كده، انت خد الصيغه دي، انا الصيغه دي واخدها من الصوره بتاعت اللي حاططها دكتور ناصر عبد الباري. ثانيه كده، انا وريتها لكم تقريبا في فيديو مره قبل كده، بس نفس الفكره دي، هو دكتور ناصر حاطط صوره ليها، مع ان ده مش شكل اكاديميك رايتنج يعني للجداول والكلام ده، تمام؟ ماشي، نبدا بقى نشوف الموضوع ازاي. احنا ده هنا العنوان، يستحسن تحط العنوان هنا كده، هما مش طالبينه، بس لو هما مش عاوزينه خلاص يعني انت ممكن تشيله، بس انا بقوم دايس دابل كليك هنا كده، يقوم ايه يقوم فاتح معايا الايه
العنوان ده اقوم كاتب هنا واقوم سايب مسافة هنا، حاطط هنا ايه ترقيم رقم واحد وهكذا. بتكتب هنا، ما بتكتبش هنا العنوان كاملا، بتكتب بس يعني اذا كان العنوان المقال بتاعي هو الكلام ده كله، فانا بشوف اهم كلمة فيه واقوم كاتبها دايابيتيك كيتو اسيدوز، ده العنوان بتاعي. احنا نسينا نشيل دي، ده اصلا المفروض العنوان باثوجينيسيس اوف كذا، باثوجينيسيس اوف دايابيتيك كيتو اس ايه، باثوجينيسيس اوف pathogenesis of diabetic ketoacidosis. ما تكتبش طبعا اختصارات في العنوان، diabetes diabetic keto acidosis. فاذا كان مثلا ان مثلا ان type 1 diabetes mellitus whatever، يعني مش عشان بس ما اضيعش وقت، هتكتب ايه يعني اختصار اهم كلمة هنا في الموضوع تحطها كتايتل كده. تمام تمام وهتعدل على الكلام ده بعد كده. الابستراكت هتكتبه زي ما انا قلت لك. ماشي. طيب احنا عاوزين بقى نشوف المتطلبات اللي الكليه حطاها، نبدا نطبقها في التنسيق. معلش ثانيه بس كده. دي المتطلبات، هي الارشادات، دي الارشادات اهي. هنبدا بقى نطبق كل واحده فيهم. اول حاجه احنا قسمنا الكلام ده كله وخلاص عرفنا نعمله ازاي. ملخص البحث هنتأكد ان هو كام كلمة. طبعا احنا ما كتبناش الملخص، بس نفترض مثلا ان ده الملخص، ان هنا ده الملخص، اهو ده الملخص. ثانيا كتبنا هنا الابستراكت، انسرت بيج بريك، ماشي. كتبنا هنا الملخص، مش عارف بكده تحت ليه. مش هنبدأ نكتب هنا الملخص مثلا اهو. انا عاوز اعرف بقى هو كام كلمه ولا كام سطر. انت ممكن تشوف عدد السطور عادي، بس زي ما قلت لك كده هتقوم محدد الكلام بتاعك وتقوم ايه شايف هنا وعدوا لك كام كلمه، هو هنا معتبره 15 كلمه فانت لازم تزود شويه وهكذا. تمام فهمت. طيب ده بالنسبه لايه، لعدد الابستراكت. يبقى كده خلصنا ايه اول نقطه اللي هو دي. بعد كده رقم 4 بيقول لك كتابه بخط تايمز نيورومان بحجم 14 وتباعد 1.5. طيب ده هتقوم عامل كنترول ايه زي ما احنا عرفنا، ده بيحدد الملف كله. يعني بص كده حدد الملف كله اهو، حدد كل الملف، واقوم رايح هنا على هوم، بقوم هنا مختار 14، كاتب 14، وبقوم كاتب هنا ايه تايمز نيو رومان، اقوم طالع لي الخط اقوم دايس انتر، بيقوم مخلي لي الخط كله ايه كده. يعني مثلا انا افترض ان انا هو كان الخط ده كان كان كده ماشي، وده الخط اللي انت كاتب بيه. انا عاوز بقى اظبط الفورماتنج، بقوم دايس كنترول ايه واقوم كاتب هنا 14، وهنا تايمز نيو رومان اهي تايمز، اقوم كاتبها تايمز واقوم دايس انتر. خلاص كده ايه الملف كله اتحول لي بالصيغه دي. طيب تاني حاجه هنعملها ان احنا نعمل التباعد 1.5. تمام كنترول ايه برضو، واقوم ايه جاي هنا على شايف دي اهي، اقوم ايه مختار هنا 1.5 2، ده التباعد بعيد قوي اهو، 1.5 1 ده قريبين من بعض خالص، فانا هختار هنا 1.5 زي ما هم ايه زي ما هم طالبين. بعد كده بيقول ان هو المقدمه والهدف من المشروع عدد كلماتها من 150 ل 200، هروح برضو بنفس الطريقه اعد الايه اعد الكلمات، ادي المقدمه والهدف حددتهم كده. وشفنا لقيناهم كام كلمه، 200 كلمه، مش مشكله كده مظبوط، يعني لان اصلا المفروض تشيل الريفرنس من العد بتاعك. تمام فكده ايه معقول قوي يعني المقدمه والهدف يكونوا 200 كلمه زي ما هو ايه زي ما هو طلب. بعد كده المراجع 5، فانت بعد ما تعمل ريفرنسنج هتشوف انت عندك كام ريفرنس، لو احتجت انك تزود. عندنا هنا كام ريفرنس، ادي واحد، ادي واحد اهو، ادي التاني، ادي التالت. لو تلاحظ ان الريفرنس ده عامل محاذاه كده شويه، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، عندنا 8 ريفرنس كده مظبوط قوي. بعد كده عندنا طبعا كلها من اي كي بي، لان اي كي بي يعني في هو في تبعه باب ميد وتبعه سكوبس وتبعه الكلام ده كله، فما تشغلش بالك، هو قصده يعني ريفرنس بالطريقه العلميه دي اللي احنا عملناها اللي هو جبنا بيبرز وكده. عدد اوراق البحث لا تقل عن 6 وتشمل الكلام ده كله. هتقوم برضو ايه زي ما قلت لك هتقوم عامل كده وتقوم دايس كنترول ايه وتشوف عدد الكلمات بتاعتك كام. المفروض يعني الصح ان هو ما تعدش الابستراكت و الملخص والريفرنس من الوورد كاونت بتاعك، يعني المفروض انك لما تيجي تعد البيبر بتاعتك كامله تقوم عادد الكونكلوجن مع البادي مع الانترودكشن، ما تعدش حتى الابستراكت.
ماشي، بس انا مش عارف الصراحه. اسالوا كده الناس اللي هم مشرفين عليكم وقولوا لهم يا دكتور ال 1500 دول يقصدوا بيهم البيبر كلها كتايتل بيج وكابستراكت وكريفرنس ولا لا. اذا كان هم قالوا لك يعني شوف هم يقولوا لك ايه، بس انا هنا حددت اللي انا يعني كساينتيفيكالي متعود عليه. هنا 1045 ده العد المظبوط، ما ينفعش اعد معاه الريفرنس ولا ينفع اعد معاه الابستراكت ولا التايتل بيج، تمام. بس هم كاتبين هنا كتعليمات، هم كاتبين ان احنا هنعد الكلام ده كله ايه مع بعض، تمام. قال لك البادي بتاع البيبر او البحث بتاعك لازم يكون تقريبا مش عارف 1000 كلمة باين ولا كام، من 1000 كلمة ل 2000 كلمة، ويكون 4 صفحات. فانت هتقوم واخد كده البادي وتقوم برضو شايفه كام ايه كام كلمة، هتلاقيه برضو قليل. هنا 749، فانت هتحتاج تزود 250 كلمة كمان. الاقتباس ده هنشوفه في البارت 4. طيب نيجي بقى بعد كده للريفرنس. انا حابب اسطب معاكم، يعني انا كنت مسطب مندلي بس شلته عشان اسطبه معاكم ونعرف بالظبط احنا هنعمل ايه في الموضوع ده. طيب نبدأ كده مع بعض. عندنا ده ثانية كده، ده مندلي اهو. هو طبعا برنامج فري مش محتاج يعني نزله من على مندلي. اكتب مندلي كده على واتبع التعليمات يعني اللي قدامك. انا هنا نزلته، ممكن ابقى ارفع لكم البرامج دي كلها في ملف وخلاص، بحيث انكم تنزلوها مرة واحدة اسطبه. طب انا هعمل بوز بس عشان الفيديو ما بقاش طويل قوي. تمام نستكمل كده مع بعض. انا كده عملت تسطيب اهو، بسطب المندلي. وبرضو يعني حاول تستفيد من البرنامج ده لانك هتحتاجه في الرسالة بتاعتك وكده، تمام. هو فتح هنا على طول لان انا مسجل فيه، مش عارف بصراحة اعمل لوج اوت ولا لا، بس انت هتسجل فيه وتقوم تعمل ساين ان. طبعا لازم تعمل عليه اكونت يعني. ده شكل مندي اللي بعد ما يفتح المفروض ما يكونش فيه اي بيبرز هنا، بس ده مني انا اشتغلت عليه قبل كده يعني. اول ما هتبدأ هتقوم عامل ايه، انت عندك كده مشروع فارما وفي بارو وفي مايكرو وهكذا، فانا هقوم عامل فولدر تمام باسم بقى البارتنر اللي انت شغال معاه. ولا انا هنا مثلا مسمي هنا استات، وهنا ياسمين، وهنا نور، وهنا مروه، وهنا يعني ناس شغال معاهم وكده، عشان بس ايه متستغربش الاسم يعني. بعد كده فهنكتب هنا ال هنسميه مثلا فارما، وخلي ده الفولدر اللي انت ايه ماشي. ادي فولدر الفارما اهو، تمام. هم عامل سينك ده عشان ايه اي تغييرات انا عملتها اللي هو سينكرونايزيشن يربطها بالحساب بتاعي. طيب مبدئيا كده انت لازم بعد ما سطبت البرنامج او عشان تخش على البرنامج بعد ما تسطبه اصلا لازم تكون عامل اكونت على مندلي. فانا هفتح مندلي اهو، تمام. يعني مش كفايه بس انك بتعمل بتنزل البرنامج وتسطبه، لا انت عشان تخش على الانترفيس دي فانت لازم تكون عامل ساين ان. ادي اسمه هو واحمد ودي صورتي. فهنا ايه كرييت فري اكونت، طبعا بتخش تعمل ايه الخطوات انشاء اكونت. انا طبعا مش هعمل، هخش ساين ان على طول، تمام، عشان انا مسجل على طول. فهو ايه فهو كاتب الايميل بتاعي على طول، عامل ساين ان. تمام المفروض ان هو يفتح مندلي، حلو كده. فده مندلي برضو فيه نفس الكلام اللي هو عندي ده اللايبراري. وبس النت مش قوي معايا. طيب انا كده سطبت البرنامج. طيب عاوزين بقى نعمل حاجة مهمة قوي، هنكتب هنا كلمة مندلي ويب امبورتر. دي مهمة قوي يعني، دي تقريبا اسهل تول بتسهل لك انك تعمل ريفرنس. هنا دي اللايبراري هي اللي نفسها على نفس البرنامج اللي هو على الديسكتوب اهي. فيها فين اللي احنا لسه عاملينها، كاتبينها فارما. فارما اهي، تمام. طيب فانا خلاص ما عدتش عاوز الموضوع ده خلاص،
انا بس كل اللي انا كنت عاوزه انك هتخش تسجل على مندلي بالاكونت بتاعك. تمام، هبحث على مندلي ويب امبورتر واقوم دايس على ويب مندلي امبورتر واقوم ايه جيت ويب ويب امبورتر فور فايرفوكس. لو انت بتستخدم كروم هتلاقي برضو هنا تسطيبه على كروم، بس انا هنا شغال على فايرفوكس. وادوس ايه هدوس هنا اد تو فايرفوكس، هيقوم ايه قايل لي ان هو بيضيفه اهو، بيبقى حجمه صغير يعني ما تقلقوش. تمام، بعد كده اد، اقوم دايس اد، خلاص اتضاف عندي. بص لو تلاحظوا هنا اهو ده مندلي اهو. تمام، طب ايه فايده اللي احنا عملناه ده؟ طب ما احنا عندنا البرنامج كاملا اهو. ما هو بقى ده الامبورتر ده هو اللي هيربط لي allow this extension، هو ده اللي هيربط لي مندلي. تمام، هو اللي هيربط لي البيبرز اللي انا شغال عليها من على موزيلا، هيربطها لي بالديسكتوب، هينزلها لي على الديسكتوب. هنشوف دلوقتي ازاي. انا مثلا ولنفترض ان انا البيبر دي او البيبر دي انا عاوز استعين بيها كريفرنس. تمام، عاوز استعين بيها كريفرنس في ولنفترض، طب خلينا ناخد مثال واقعي شويه. انا مثلا ده الديفينيشن بتاع الدايبيتس اجيبته من البيبر دي، انا هستعين بالبيبر دي كديفينيشن لانها هي كاتبه الديفينيشن اهي. تمام، انا هستعين بيها كديفينيشن اهو، عاوز استعين بيها كديفينيشن. فين الديفينيشن؟ عاوز استعين بيها كديفينيشن هنا. تمام، طيب فهو ما عامل ايه؟ هاجي على البيبر ديت، هي كانت رقم كام؟ هتلاقي رقم واحد. انا بوريكم، بس انا عارف هي رقم كام، بس انا هوريكم ايه هي رقم كام. ده كانت رقم واحد، بقوم رايح عليها كده واقوم ايه اهي دي البيبر اهي، بقوم فاتحها في باب ميد. تمام، فتحت في باب ميد اهي. تمام، خليها تفتح في هنا احسن. انا البيبر دي عاوز استعين بيها كديفينيشن. تمام، زي ما احنا قلنا عاوز استعين بيها كديفينيشن، احطها هنا. تمام، هنمسح، هنعتبر ان مفيش ريفرنس هنا. تمام، عاوز احط ريفرنس للايه للسنتنس دي. ماشي، طيب اول خطوه عندنا احنا قلنا ان احنا هنبحث عن البيبر، واقوم رايح على الويب امبورتر اللي احنا الويب امبورتر اللي احنا حاطينه ده، وتقوم دايس كليك هنا. تمام، وهتقول له ثانية كده، مش عارف مش راضي. طب ثانية كده نعمل ريفريش. المفروض ان انا بعمل ساين ان مرة واحدة بس. ايوه تمام، كان في بس مشكلة، بقوم عامل ساين ان. لازم طبعا اكون عامل اكونت على مندلي زي ما احنا شفنا من شوية، لازم اعمل اكونت عشان اقدر اعمل الخطوة دي. تمام، فبعمل ساين ان مره واحده بس، مش بعمل ساين ان كل مره. يعني لو انا دوست هنا على البيبر دي وجا البيبر اللي بعدها هوريكم، مش هضطر ان انا اعمل الموضوع ده. ف المفروض ان هو دلوقتي يخش تقريبا في عندي حاجات كده بتمنع البوب ابس وكده، انا ضايفها. تمام، هعمل ساين ان. اقول له كان ساين ان، مش عارف في مشكلة. ساين ان، في حاجة غلط. خلاص احنا مش عاوزين ده. طب نجرب في بيبر تانية، ولا نفترض البيبر دي هي اللي منها الايه. طب اشمعنى اللي فاتت ما عملتش؟ طيب، فانا هنا مثلا نفترض البيبر دي اللي واخدين منها الديفينيشن، هقوم انا فاتح صفحة باب ميد اهي،
اقوم جاي هنا على ويب امبورتر ده للصفحه اللي انا شرط تكون البيبر دي اللي هي اللي انا هعمل منها ريفرنس، واقوم دايس على هنا ويب امبورتر ده، واقوم مختار هنا الفولدر اللي انا عاوز احفظ فيه البيبر، مسمينه فارما، فارما، واقوم ايه دايس دايس اد، تمام. بس كده هو سايف البيبر دي عندي. طيب هروح كده على مندلي، هعمل ريفريش، هقف على الفولدر اللي انا حافظ فيه واقوم عامل سينك، هتظهر لي البيبر اللي انا عملتها سيف هنا، تمام. وصل لكم الفكره؟ يبقى احنا كده فايده الامبورتر ده ان احنا بننقل اي بيبر انا عاوزها، ولا نفترض مثلا عاوزين نفتح اي بيبر تانية، ولا نفترض البيبر اللي هي دي مثلا رقم 3 هنفتحها من بابمد، تمام. وهنضيفها هنا من بابمد اهي، اقوم دايس على الامبورتر، واقوم ايه هلاقي اول مره هعملها هيتظهر لي ان انا لازم اعمل ساين ان، بعد كده هيتظهر زي ما انتم شايفين كده على طول هلغي انا اللي هو اد بي دي اف افيلابل، وهلاقي نفس الفولدر متحدد خلاص، مش لازم احدده المره دي. واختار هنا البيبر بريدكتنج ادلت اونست، نفس العنوان بتاعي، واقوم ايه دايس اد، تمام. طيب كده هو هتلاقيه حفظها، هروح هنا على مندي او عامل سينك، هلاقيها ايه هلاقيها اتضافت، نفس العنوان اهو ونفس كل حاجه، تمام. هتلاقي كاتب تفاصيل عن البيبر دي، ده الباحثين اللي عاملينها، ده عنوان البيبر، ده هنا سنه النشر، ده هنا الجورنال، ده هنا دايبيتس، انما هنا ده ذا لانست، تمام. وده التاريخ اللي انا ضايف فيه، تمام. طيب بعد ما اعمل كده بقى في البيبرز، يعني انا مثلا هنفترض انا هاخد البيبر ديت كريفرنس للديفينيشن، هنعمل ايه بقى؟ لازم ادوس تول دي، و عشان انا عاوز دلوقتي اربط مندلي بالوورد، عاوز اربط مندلي كريفرنس مانجر. مندلي ده فايدته ان هو ريفرنس مانجر، برنامج بستخدمه عشان يظبط لي الريفرنس، تمام. فانا بقوم ايه بعد ما عملت سينكرونايزيشن هنا، عاوز اربط بقى مندلي ده بالوورد، بقوم رايح هنا تولز وانستول مايكروسوفت وورد بلجن، دايس كده، فهو بيقول لي معلش اقفل الوورد لو شغال، اقفل الوورد لو شغال، فانا هقفل الوورد، عملت سيف اهو وقفلت الوورد، ما تنساش تعمل سيف كنترول اس، تمام. طيب فهو بيقول لي ايه هو هيحاول يقفل، خلاص كده قال لي خلاص اتسطب. طب نجرب تاني، انا كده هعمل انستول اهو واجرب قدامكم، بروح على تولز واقوم عامل ايه انستول مايكروسوفت وورد بلجن، واقوم ايه خلاص قال لي كده انستولد وعمل لي علامه صح، ويبقى كده هو انستول. هروح بقى على وورد، هفتح تاني ملف معلش بتاعنا اللي احنا شغالين عليه، معلش انا مش عاوز اقطع من الفيديو عشان انت هتقابلك المشاكل دي، تمام. انا اصلا ببساطه بالبرنامج واعمل ده كله وشيلت البلجن عشان اشوت وريك قدامي. انا افترض مثلا ان انا عاوز اعمل ريفرنس للسنتنس دي، بقوم واخد هنا مسافه من النقطه، يعني المفروض ان هو الكلمه اخرها نقطه ما يبقاش في مسافه، لا بقوم واخد مسافه وبعد كده بروح على ريفرنس، اهي تاب ريفرنس اهي ريفرنس، تمام. هلاقي هنا انسيرت سيتيشن وكلام كتير كده، هروح على انسيرت سيتيشن اهو، على فكره بص هتلاقي فيه هنا اوبن مندلي مالكش دعوه بيه، خش على انسيرت سيتيشن واقول له جو تو مندلي، واختار بالبيبر اللي انا هستعين بيها، الاقي طبعا عندي بيبرز كتير ممكن استعين بيها، هتبقى نزلتهم انا حطيت اتنين بس مثال، هتاخد البيبر اللي انت اللي هي ذكرت الديفينيشن او اللي انت هتستعين بيها، وتقوم واقف عليها كده اهو، وتقوم عامل ايه سايت اهي العلامه دي سايت، يبقى انا اقف على البيبر اللي انا عامل لها سايتيشن او اللي انا هستعين بيها، اقوم عامل ايه سايت، تمام. بص هيتحمل، شفت ضاف لي البيبر اهي الريفرنس اهو، تمام. طيب حلو كده، تمام. انا المفروض بقى ما يكونش عندي، ابدا كده بقى امشي همشي همشي، اضيف ريفرنس هنا واضيف ريفرنس هنا واضيف ريفرنس هنا، مش هيكون فيه، يعني بص هفهمك، اي ريفرنس بيتذكر هنا لازم يتذكر تحت، واي ريفرنس مذكور تحت لازم يكون ليه فايده فوق. فهنا انا ذاكر بس اسم الباحث والسنه، تحت لازم افصل، يعني في الريفرنس اللي هو الاخير ده لازم اذكر كل التفاصيل مش بس الاسم، تمام.
ف لو تلاحظ هنا مش هتلاقي الاسم ده نضاف، مش هتلاقي الريفرنس ده اللي هو نضاف، اللي هو الباحث اللي اسمه ليزلي، تمام، ده 2010، مش هتلاقي هنا فيه ليزلي خالص. هو عموما مرتب الريفرنس هنا بترتيب الابجدي، يعني A B C و K، وبعد كده هتلاقي ان هو مرتب هنا، هتلاقي ليزلي هو نضاف، تمام. طيب انت عندك لما تبدأ شغل عندك مش هتلاقي الكلام ده كله نضاف، يعني هتلاقي الدنيا كده، انا همسحهم اهو خالص، هتبقى تاب الريفرنس عندك كده فاضيه، وانت قعدت تضيف الريفرنس بالشكل ده. يعني مثلا نفترض ان احنا عاوزين نضيف ريفرنس هنا، نشيل الريفرنس ده وعاوز انا اضيف ريفرنس للايه، للبر لل... 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 يعني نفترض دي ستادي اهي، دي ستادي ببلشد باي ذا امريكان دايابيتس اسوسيشن اللي هو الاي دي اي، كونكلودد ذات كذا كذا كذا، عاوز استشهد الفقره دي انا جايبها من بيبر معينه، هو واقف هنا وقوم رايح انسيرت سيتيشن، وبعد كده جو تو مندلي واختار البيبر، مثلا نختار البيبر دي، تمام، واقوم عامل ايه، سايت اهي، سايت فوق اهي، تمام، خلاص ظهرت اهي. فانا هبدا اعمل كده في كل البيبر، اضيف السيتيشنز بتاعتي في البيبرز نفسها. بعد كده يجي خانه الريفرنس، هروح بقى كاتب عامل انسيرت بيبلوجرافي، انسيرت بيبلوجرافي، تمام، اقوم دايس هنا، بص هيعمل لي ايه، اهو هيقوم ضايف لي كل الريفرنس اللي انا حطيتها، فاهميني، كل الريفرنس اللي داخل هنا هيقوم هو عاملها لي اوتوماتيك، عاملها لي بالشكل ده. هتقول لي طب انا اعمل ده وخلاص، لا ما ينفعش، انت لازم تعمل ريفرنس هنا وتعمل ايه، ريفرنس هنا. طب انت هتقول لي دلوقتي انا مش عاوز اعمل ريفرنس بالشكل ده، انا قريت بيبرز قبل كده وبحب اكتر الريفرنس اللي يكون على شكل ارقام، يعني 1 2 زي ما احنا شايفين هنا كده، زي مثلا هنا ثاني فين، هنا حاطط الريفرنس مرقمها 1 2 3، وهتلاقي برضو هنا في الارقام 123 122 وهكذا. اعملها ازاي ده على حسب الستايل، انا ممكن اغير هنا الستايل بتاع الريفرنس، او مثلا اخليه مثلا نيتشر، بص نيتشر هنا خلى الريفرنس بدل ما هو يبقى كده يبقى رقم بس 5 اهو، تمام، وهتنزل تحت هتلاقي الريفرنس مترقمه، هتلاقي اتغير يعني اوتوماتيك كده، هتلاقي اهو بص بقى في ارقام، بقى مترتب الارقام، والارقام دي على حسب الذكر، يعني مثلا اول ريفرنس اتذكر في الشغل بتاعي هو الريفرنس ده، فهو حاطه رقم 1، ملوش دعوه بقى بالابجديه بتاعت الباحثين، لان ده ستايل مختلف اسمه نيتشر، تمام. فلو رحت كده على اول ريفرنس خالص انا حاطه، هتلاقي بص 1 اهو حاطط 1. ممكن اغير بقى الريفرنس، ممكن اختار مثلا اي ريفرنس انا عاوزه، مور ستايلز اهو، يفتح لك ستايلز كتيره جدا، انت ممكن ايه، ممكن وجيت مور ستايلز، ممكن من على النت تكتب الستايل وهو هيجيبه لك، تمام. طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعمل ايه، نعمل ريفرنسنج. قلنا بعد ما نخلص الريفرنس اللي هو الانتكست، بنقوم واقفين هنا في الاخر على بعد الريفرنس هنا، ونقوم ضايفين ايه، اد بيبلوجرافي، بيقوم ايه، او انسرت بيبلوجرافي، بيقوم ضايف لك الريفرنسز ايه، الريفرنسز كلها، تمام. طيب كده في بقى حاجه وحيده بس، احنا عاوزين نتاكد ان مفيش اخطاء املائيه في حاجه اسمها جرامرلي. جرامرلي دي خدمه فري بتقدم لك انك ترفع الملف بتاعك وهو يعمل لك الاخطاء الاملائيه والنحويه في او الجرامر، يعني في التكست، طبعا هو في الانجليش بس، تمام. انا هخش على جرامرلي اهو، واقوم اعمل لوج ان، طبعا انا مسجل عليه، انت هتسجل عليه، ممكن تستخدم الفيسبوك للتسجيل، يعني سريع قوي بصراحه وكويس. انا هكتب هنا الايميل بتاعي اللي انا مسجل بيه، اكتب الباسورد، تمام كده، يا رب يكون بس الباسورد صح، لا غلط، تمام. هيفتح جرامرلي ده، هسجل فيه، لو انت مش مسجل سجل فيه عن طريق الفيسبوك. طبعا انا معايا نسخه بريمير، بس بريميوم بس مش هستخدمها دلوقتي. بتقوم رايح هنا كده، هتلاقي ده الشكل هيفتح لك بعد ما تعمل ساين ان، هتقوم ايه ابلود، تقوم دايس هنا ما تدوسش نيو، ندوس ابلود، وتختار الملف بتاعك اللي هو احنا حاطينه على الديسكتوب بعد ما خلصته انت. ثانيه كده، ريسيرش بروجكت، وهنا دايابيتيك كيتو اسيدوزس، ده الملف بتاعنا، اقوم دايس اوبن، هيقوم هو محمله بالشكل ده. اقول له جنرال الاودينس اكسبيرت، والفورماليتي فورمال، و التون نيوترال، و بستخدمه عشان اعمل انفورم، مش مهم الكلام ده قوي يعني. هيبدا يظهر لك بقى ايه الاخطاء هنا، تبدا تعدلها. بيقول لي فيه 5 اليرتس في الحاجات غلط، يعني مثلا هنا ميتابوليزم بيقول لي النقطه انت حاططها بعيده عن الايه،
عن البتاع ده، فانت هتقوم معدلها خلاص، هو كده عدلها الاخطاء هتلاقيها هنا تدوس عليها، وبعد كده ايه تقول له الخطأ. بس خلي بالك لان هو بيعمل حاجات غلط، يعني مثلا هنا ترايوباثي دي كلمه طبيه بس هو معتبرها غلط، هو عاملها صح ترايباثي، لا ده غلط، فانت يعني ما تاخدش على كلامه قوي. يعني هنا كيتو اسيدز مثلا مش معتبرها كلمه عنده، لا هي كلمه طبيه. اوزمولاريتي ما عندوش كلمه اوزمولاريتي صح، هو اوزمولاريتي، مع ان في فرق طبيا ما بينهم. هنا كيتو اسيدز برضو يعني، فانت فاهمني، يبقى كده اول كوركتنس. كلاريتي بتبدا بقى تعدل برضو شويه، بيقول لك هنا لو في عندك مشاكل هتعدلها، فهو بيقول لك هنا فيري كلير لان الكلام مظبوط. انجيجمنت ده بيقول لك النسخه البريميوم بس، ودليفري مظبوط برضو. وهنا في بلاجيريزم ده في النسخه اللي هنقوله ان شاء الله في بارت 4، ده النسخه الايه المدفوعه من البلاجيريزم. فانت هتعدل الملف بتاعك كده، بس خلي بالك الله يكرمك ما تعدلش في الريفرنس، حتى لو الريفرنس فيها اخطاء جرامر ما تعدلهاش، لان الريفرنس ده بيكون ستايل معين. حتى لو الجورنال مكتوب غلط او في كلمه غلط مالكش دعوه، تمام، لان الجورنال مثلا ممكن يكون بالفرنش او هكذا. فانت تعدل بس الاخطاء اللي بتبقى هنا، وتتاكد وانت بتعدل الاخطاء انك بتعدلهم صح، لان هو ساعات بيقترح اشياء ايه اشياء غلط، تمام، عشان انا طبعا معدل الملف ده عليه مره فمش هتلاقي فيه اخطاء يعني. بس بعد ما تخلص تقوم داس هنا ودوس ايه داونلود اهو، بعد كده بتقوم ايه سيف فايل، وبتقوم بقى محمله مكان ما انت عاوز. يستحسن تغير اسمه عشان تبقى عارف ان ده الملف الايديتد، هو بيقول لك اصلا هنا ايديتد لوحده، هو بيعيد لك تسميه الملف، واقوم مثلا عامله ايه تسميه على الايه على الديسكتوب، تمام. طيب كده خلصنا ايه تقريبا، احنا كده خلصنا الريفرنس وفاضلنا بس البليجيريزم، و يبقى كده خلصنا ان شاء الله. هحاول اعمل بليجيريزم في فيديو مختلف، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. زي ما قلت لك الرايتنج ساينتفك رايتنج يعني صعبه في الاول، فانت معرفتك للموضوع وفهمك ليه هتسهل لك، فما تخشش على طول في انك تبحث في باب ميد، لا اقرا الموضوع من الكتاب بتاعك افهمه. انت اصلا ممكن تكتب الموضوع كله من كتابك وتقوم حاطط الريفرنس كده، ما حدش هيدقق وراك قوي يعني، خلي بالك. بس لو انت عاوز تشتغل نيتلي كده تشتغل بشكل كويس يعني وتستفيد ويفيدك بعد كده والله، لان الناس بتيجي تحتس في الماجستير وما تبقاش عارفه مين هيكتب لها وكده. فلو انتوا عندكم اي استفسارات قولوا لي. كده احنا تقريبا غطينا كل المراحل، تقريبا احنا كده ما فضلناش حاجه. اه لا احنا كان فاضلنا صحيح شويه حاجات في الهوامش. اه الهامش برضو قال لك انش، تمام. طيب الهامش انش، الهوامش انش بتعملها ازاي؟ بتقوم جاي هنا كده على الديزاين، معلش اللاي اوت، ومارجنز، بتشوف المارجنز وتخليها هنا نورمال، هي انش من فوق انش من تحت انش من اليمين انش من الشمال، ده النورمال، بتأكد ان هي نورمال. بيعمل محاذاة هنا كده ايه، محاذاة هنا انش، تمام. فانت كده ظبطت الايه كل المتطلبات اللي هي الكليه عاوزاها. فانت بتعمل كنترول، نعيد عليهم تاني كنترول ايه، وبعد كده بتروح تختار هنا 14 وهنا تايمز نيو رومان، وبعد كده بتعمل المحاذاه تعملها 1.5، وبتظبط بقى محاذاه الحاجات دي بتخليها في النص، المحاذاه هنا يمين شمال جنب. طبعا ما بتعملش اي الوان، المقال الاكاديمي ما بتعملش فيه الوان، هو لون واحد بس ويبقى بالشكل ده. انت ممكن تكره الشكل ده بس هو ده الشكل الساينتفك الى حد ما يعني، على حسب الكليه ما عاوزاه. بس كده تمام كده.